شفت الخبر ده؟ بيقول لك حسام غالي اتعرض لعمليه نصب من صادق. النهارده تعالى هقول لك ايه الشركات اللي غيرت في الماستر بلان بتاعتها وايه كمان اللي غيرت في الديزاين بتاعها. المشروع اللي بيتكلم عليه هو جون اللي صادق في راس الحكمه، وهناك كان شاري فيلا على منطقه اللاجون، وفوجئ بعد كده لما الاستلام قرب ان في شاليهات اتبنت حوالين اللاجون، فبالتالي الفيو بتاعه ما بقاش احسن حاجه، وكمان عدد الناس اللي على اللاجون زاد لانه كان فاكر الحاجات دي كانت مش هتبقى شاليهات. ممكن المشكله دي تتعمل في كذا مكان، والله اعلم دي كانت غلطه سيلز هو اللي اقنعه، لان في سيلز كتير قوي ما عندهمش ضمير، ممكن يقول لك البيت بتاعك هيبقى سي فيو وهو مش سي فيو، ممكن يقول لك قدامك شاليهات او قدامك فيلل وهي تطلع شاليهات، او حاجات كتير قوي ممكن تحصل من السيلز، او ممكن تكون غلطه لشركه كانت عامله ان هنا هيتعمل فيلل ويتغير الماستر بلان او التوجه بتاع الشركه اتقلب لشاليهات. ما نعرفش لسه المشكله فين او هتبقى العيب فين، ولكن النهارده خليني اوضح لك كل ده سواء في التجمع او في الساحل او حتى في البحر الاحمر. دلوقتي بقى تعالوا نبتدي بالتجمع الخامس. يا ترى مين المطورين اللي سلموا الناس بنفس الماستر بلان اللي هم اتفقوا عليها، ومين اللي غير او عمل حاجة، لان في حاجات كتيرة اختلفت، وده يديك فكرة عن ان انت لما تيجي تشتري من مطور تاني. نبدأ بحسن علام من اقوى الناس اللي موجودة في التجمع، كان عنده مشروع اسمه بارك فيو قريب من الرحاب، تقريبا دي الماستر بلان وتقريبا التنفيذ هو بالظبط. اللي اتأخر فيه قوي بس هو الكلاب هاوس بتاع الكومباوند، وهو ده اللي اتأخر فيه، لكن الكومباوند نفسه اتسلم بنفس الماستر بلان. الديزاين اللي كان في البروشور تقريبا هو، و دايما بيتعمل له صيانه عشان يفضل محافظ على شكله. بعد كده نيجي المشروع الثاني لحسن علام، وهو سوان ليك ريزيدنس، وده بيقرب على الاستلام دلوقتي. تقريبا الماستر بلان اللي اتعملت من خلال 4 سنين الناس بتشتري بالظبط، ولكن لو جينا نشوف بقى الفينيشنج او شكل العمارات ممكن يكون متغير شويه من البروشور. لو جينا نشوف مثلا كومباوند ازاد، وده موجود عند الجامعه الامريكيه، الكومباوند نفسه تقريبا هي الماستر بلان بالظبط اللي الناس كانت بتسمعها وبتشتري من خلالها، وكمان الواجهات هي بالظبط. لكن ازاد الفكره فيه ان كان الكلام كله ان الارض اللي حوالين ازاد كلها هتبقى جي بلس 1، يعني كانوا دايما بيبيعوا البيعه ان لو انت اشتريت على السور هيبقى قدامك بانوراميك فيو او الفيو دايما مفتوح، ولكن الكلام اتغير خالص دلوقتي، وشفنا ان في كونستراكشن في الجزء الارض اللي فاضيه اللي جنب الكومباوند لا هي تبعهم برضو، وابتدى يبقى فيها مباني اكتر من دورين، وبالتالي ممكن الفيو يتأثر، فبالتالي الكلام هنا اتغير. لو جينا مثلا لمشروع استيت لشركة LMD دايركت على طريق السويس، المشروع ده الناس اللي كانت بتشتري فيه دايما كانوا بيقولك المشروع ده فيلل بس، والجزء اللي معمول عليه داش او متغطي ده كانوا بيقولوا هو ده هيبقى اداري وتجاري او نادي اللي هي خدمات للكومباوند، ولكن احنا اتفاجئنا ان احنا دلوقتي الحته دي بقى فيها عمارات او بيلدينجز واكتر من 4-5 ادوار، وبالتالي غير شويه في الماستر بلان او ما كانش حد بيقول الكلام ده. ففي الحالة دي طبعا الفيلل اللي كانت بقت قريبة منها بقت مكشوفة، وبالتالي ممكن الناس دي تكون اتخدعت او ما كانتش عارفة ان ممكن يبقى في ظهرها في عمارات. بعد كده نيجي المشاريع ما تغيرش حاجة، ومشاريع دي تثق فيها جدا، كل مشاريع لافيستا اللي موجود في البروشور هو بالظبط اللي موجود في الماستر بلان هي. لو شفنا مشاريع لافيستا في التجمع والشروق ما بيغيروش حاجة فيها خالص. نفس الكلام مشروع لاك فيو ريزيدنس من المشاريع اللي كانت الناس بتقول ان هو مش هيطلع بالشكل ده، وكل اللاجون او بحيرات اللي موجودة جوه لكن اتنفذ ده، والليكس اللي موجودة طلعت فعلا زي ما هي وفيها مية وكل حاجة، ما تغيرش اي حاجة. دي من الشركات القوية جدا. نيجي لاخر مشروع هناك نتكلم عليه، وهو صادق في الجزء الجولدن سكوير، مشروع فيلات، مشروع متقسم كان لثلاث مناطق. منطقة الفيلل زي ما هي بالظبط، سكاي كوندوز اتعملت بالظبط زي ما هي. لو قارنا بقى الديزاين بشكل التسليم الحقيقي تقريبا هو ممكن يكون البروشور كان احلى شوية من الشكل، ولكن على الحقيقة برضو المباني شكلها حلو. نيجي بعد كده لهايت بارك وماونتن فيو هايت بارك والجزء اللي في الاخر. هايت بارك تقريبا ماستر بلان شبيهة جدا، ولكن هنلاقي ان البارك اتاكلت شوية من زمان، المباني دخلت اكتر شوية جوه البارك، بلس ان النادي كان قايلين ان هو النادي هيبقى ارسنال، مش بس الاكاديمية، لا النادي كان هيبقى ارسنال، دلوقتي بقى النادي اسمه ريز، وده حاجة تانية خالص من النادي، فممكن في حاجات بتتغيرت. كمان العمارات اللي كانت في البروشور على الطبيعة مش هي تقريبا، البروشور كان احسن بكتير
كتير، تالي اللي انت استلمته في الاخر مش نفس اللي انت كنت متوقعه. في بعد كده مشروع ماونتن فيو اي سيتي، وده كان من احلى والمسلان اللي موجوده في التجمع كلها، ولكن بعد الاستلام هنلاحظ ان البارك برضو اللي في النص قلت جدا، المساحات الخضراء قلت، المراحل اللي بنتكلم عليها بقت قريبه جدا من بعض، فالسنترال بارك اللي كانت موجوده قلت شويه. ولكن لو شفنا الديزاين بتاع البيلدينجز هنلاقي كلوب بارك زي فعلا مكان موجود في البروشور، هنلاقي الجزء الجديد اللي هو ام في بارك برضو، والحاجات دي كلها ستايل ماونت فيو زي ما هو في البروشور. لو جروحنا بقى ناحيه المستقبل سيتي، هنلاقي اول حاجه مشروع بيتا جرينز كان بيبيع على الشكل ده الماستر بلان، وبعد كده حصل مشاكل والمشروع صغر جدا وبقى الجزء ده بس. لو رحنا نشوف بلومفيلز، الناس كانت بتقول استحالة حد يعمل مبنى بالشكل ده، والديزاين ده غريب جدا، والبول على الروف، والملاعب البادل، وازاي الجيم والحاجات دي على الروف، وازاي البيلدينجز معمولة بالديزاين ده. الناس ما كانتش متوقعة خالص ان حاجة تتنفذ زي دي، ولكن على الطبيعة اتنفذ بالظبط. والحقيقة من اكتر الشركات اللي بتعمل ديزاين مختلف، سواء تختلف او تتفق معاه، ولكن نفذته بنفس الشكل اللي كان موجود في البروشور، رغم ان الديزاين ده بيطلع شوية عيوب في التقسيمات بتاعة الشقق. ده اول مرة شفنا، اعمل سبسكرايب في القناة، ولو حابب اي تسألنا على اي مشاريع نساعدك انك تشتري في مصر، بعت لنا على الرقم اللي موجود تحت على الواتساب، اتفرج على كل الحاجات اللي بننزلها. لو رحنا بقى العاصمة الادارية، ودي فيها مشاكل كتير جدا من شكل الديزاين وكل الحاجات دي. يعني لو شفنا المول ده كان هو ده الديزاين بتاعه، اتسلم بقى بالشكل ده، حتى لو في قرارات طلعت او اي حاجة فهو مختلف تماما عن اللي انت كنت بتشتري فيه. لو شفنا المول ده طلع بقى بالشكل ده، برضو الماتيريالز بتفرق جدا في التنفيذ والتشطيف، عشان كده لازم دايما تختار شركات كبيرة تضمن على الاقل الفينيشينج، او تبقى ضامن ان انت هتاخد حاجة شبيهة باللي انت شفته في البروشور، بالذات لو انت بتشتري حاجة اوف بلان او لسه تحت الانشاء. ولو بعد كده بقى رحنا للساحل الشمالي، في مشروع كان شركة كيلوباترا، مشروع اس باي اللي هو سمرالدا باي كان اسمه في الاول، وده كانت الماستر بلان بتاعته، بعد كده اتغيرت وبقت بالشكل ده، وبعد كده بالم هيلز اشترت الارض وبقت بالشكل ده. يعني انت ممكن تكون اشتريت من اول ناس وتغير عليك الماستر بلان او شكل الشاليه بتاعك اكتر من مرتين ثلاثة، دي حاجة طبعا غريبة جدا تحصلش في اي حتة. يعني نيجي بعد كده المشروع تاني في الساحل، وهو هاسياندا وست لبالم هيلز، والجزء ده كان معمول ان هو كان هيبقى سينيور او جونيور شاليه، ولكن اتغير وبقى مباني ارضي واربعة ادوار. فممكن تكون هي ما اثرتش على حد لان مفيش حاجة في ظهرها، ولكن انت كنت ممكن عامل حسابك ان هيبقى فيه هنا فيلل او شاليهات صغيرة، بقت ارضي واربعة، فيعتبر ده برضو تغيير في الماستر بلان. في سيد عبد الرحمن طبعا عندنا مشروع زويا لشركة ألم دي، الماستر بلان كان شكلها بالشكل ده، كان فيها لاجونز كتيرة وعدد اليونت قل، دلوقتي بقى هي دي الماستر بلان، حصل تغيير طبعا، وفي ناس كتير اشتكت لان عدد اليونت زاد، وفي شاليهات او فيلل بعدت اكتر للبحر. ولو رحنا مثلا في البحر الاحمر في سوما باي مثلا، هنلاقي بقى ان في حاجة العكس، يعني كانت دي الماستر بلان بتاعت المرحلة بتاعت ميسكا كابانز، شايفين الكابانة كانت صف اول على البحر، فما كانش في الماستر بلان اي حاجة من انواع البول او اللاجون، لكن لما تنفذ الماستر بلان تنفذت احلى من الماستر بلان، وتعمل فيه بول او زي لاجون قدام الكابانز، تالي ادالهم حاجة زيادة ما كانتش موجودة. وبالنسبة للديزاين بتاع الكابانز هي بالظبط اللي كانت في البروشور. ولو رحنا برضو لللوج، من الديزاينز اللي كانت غريبة قوي بالنسبة للناس في البروشور، ولكن اتنفذ زي البروشور بالظبط، وبالتالي سوما باي برضو من الاماكن اللي سلمت الناس زي البروشور بالظبط.